المتله موت في دحين، وساعات الفرد ممكن يتحمل غلط المجموعه، والحكم يتحمل مسؤوليه ولازم يوقع وقرار الحكام اذا بياخذون الحكم، واحيانا الفرد بروحه ممكن يتحمل البلاوي. ثلاث نقاط مهمه، صح الاداء ما كان مطلوب، واما عن الحكام فهي مختصر الكلام. عند الدوري حق الرفع قولوا خلاص. Sometimes in life is not only what you want. يلا ما يلعب. شيء طبيعي. والله من بعد اتساءل نفسي. ما اولاد دخوله حق لاعبين طموح هاي بعد بلوه اكبر. مشكلة التهديف هذه ما اشوفها مشكلة كبيرة. خطيرة خطيرة مثلا. إذا الشرقي قدر يغلب الحد، وكلنا نعرف أن الشرقي يعني من الحد، لكن بعد الحد داخل بسلاح جديد يمكن يفاجئ الشرقاوية. مهاجم جديد مو قديم في البحرين، لكنه يريد مع الحد ويعرف طريق المرمى زين ما زين، فدفاعك حارسك ضد ايفرتون مواجهه وايد صعبه. ايفرتون لاعب عنده كواليتي طبعا، كل لاعبين يعني اكيد انت بتواجه هاي لاعب في دوري ناصر بن حمد بيكون مواجهه صعبه يعني، لكن الخيره في الشباب، الشباب بيكون ان شاء الله في يومهم يكونوا مركزين يقدرون ان شاء الله قارين اكيد ايفرتون وعارفين ما يسوون معاه، طبعا المدرب اعطاهم كل التكتيكات عارفين شو يسوون معاه، ان شاء الله قادرين نوقفون خطورته باذن الله. الشرقاويه كلش هالموسم ما عودونا انه يكونون من البدايه خطرين ولا يكونون هم اللي مبادرين. عمر تعيد الكره في العرضيه والراسيه عن الزميل تصل لبرنس، ممكن يمر يملك المهارة، هنا المرور هنا التقدم العرضية الموجودة وعلى طول. الشرقي وايد شكلهم كان غير، التعاقدات الجديدة وايد غيروا في شكل الفريق. أكيد كل لاعب بي يلعب بنجاعة وبيلعب بروحه ذي بيغير، والمجموعة تساعدك مثل ما أنت تساعد المجموعة، المجموعة هني بيئة طيبة وأتوقع بشهادة الجميع كل لاعب يرتاح في النادي ويأدي، يعني كل السبل مهيئة في نادي رفع الشرق. بس دوم اللاعبين غيروا، ليش ما شفناهم من قبل؟ Player, but it's not when you want, it's when it's happening. Now I was happy because I catch Prince free in Saudi and I bring him. I want him from last year, but I can't bring him because he go to for he go for money in Saudi Arabia. I don't want to lose Hazard, but he go to take some good contract in Kuwait. So sometimes in life is not only what you want, and I work with what my idara and my sheikh they can give me. And I want player who want to come here with open heart for Izrifa. You understand me? الشرقي كانوا في المباراة متحكمين، بس ما كانوا خطرين، وما حبوا يعقدونها على روحهم، ويصير معاهم نفس آخر مبارتين. يملك المهارة، يمر، يتقدم، تسديد، جول! يا سلام! يا سلام! سامي الحسيني بتسديده! هز الشباك العدوية على سامي وروعة سامي، هنا الانطلاقة، هنا الاستلام، انتظر
مر وعلى طول بالقدم اليسرى. لا 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 تصد ولا ترد. سامي الحسيني نعم مر وهز الشباك. وفي الهدفين شفنا مساهمة من اللاعب الجديد أجينولدو اللي صفقته تعتبر شوي غريبة، لأنه في شغلة ما يصير لاعب فريق ينهي عقده اليوم الثاني فريق يتعاقد معه، فكذي يبين لك أنه يا فريق صح يا فريق غلط، مين الصح ومين الغلط هاي اللي أنا ما عارفه. مثل ما تشوف اليوم أتوقع صانع جولين هو، على ما أذكر جول أولي والثاني صانع جولين اللاعب. جونالدو يمكن معتهم حق نادي النجمة، يمكن ما توافق مع النجمة، ما كانوا في مستواهم في القسم الأول، لكن يبقى لاعب عنده كواليتي والمدرب اختاره. We will see in the end. I don't know. I think we win. I think because Aguinaldo is a good player. You need only to know to use his quality in the benefit of the team. من كلامه يبين أنهم المستفيدين، وما أعتقد يحتاجون نكمل مباراة لأن ما صار شيء بعدين من الفريقين. بس أخيرا شفنا الشرقي يفوز من غير ما ينتظر ليل أخير. الحمد لله رب العالمين. نفس ما أنت قلت فوزنا في آخر وقت شوي كان مريح، نتيجة زينة، أداء كان زين أحسن من المباريات اللي طافت، وهذا اللي نطمح له، نتطور في الأداء وفي النتيجة. ما يحتاج يعني تحط على روحك ضغط لآخر دقائق تأخذ المباراة. الحمد لله رب العالمين. الشرقي كانوا في المباراة متحكمين بس ما كانوا خطرين، وما حبوا يعقدونها على روحهم ويصير معاهم نفس آخر مبارتين. We'll be right back.